ذلك نتيجة تفاعلات محلية وإقليمية فحسب. ولا شك أن الحروب والاضطرابات في سوريا وليبيا واليمن أو حتى العراق هي نتاج مشكلات على مستويات داخلية وإقليمية ودولية، ولنبدأ بالمستوى الأخير. فقد استقرت منذ ما يزيد عن 3 قرون مبادئ هامة في تنظيم العلاقات بين الدول، ومن أهمها مبدأ توازن القوة الذي توصل إليه الأوروبيون منعا لاستمرار الحروب بين شعوبهم، وهو المبدأ الذي لا يسمح لدولة أو لتحالف عدد من الدول بالطغيان على الدول الأخرى، ويوفر ردعا متبادلا يحول دون اندلاع صراعات مسلحة. ولعل تاريخ العالم الحديث قد عرف خلال حقبة الحرب الباردة رغم مثالبها نوعا من أنواع التوازن في القوة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حال دون نشوب صراع عسكري بينهما وبين الدول المنتمية إلى معسكريهما. وقد شهد عقد التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بزوغ نظريات عديدة اعتمدت منطق انتصار المعسكر الغربي ونموذج الحكم فيه، كما تعجلت بعض القوى الدولية التحرك لفرض ذلك النموذج على الآخرين دون مراعاة لخصوصياتها، بل وبما وصل إلى هدمها لإعادة بنائها. وقد شاهدنا كيف كان لذلك أثر مدمر على تماسك ومفهوم الدولة في منطقتنا نتيجة السياسة المتبعة في احتلال العراق على سبيل المثال، وحل مؤسساته وجيشه الذي بات بعض كوادره اليوم يشكلون العماد الفقري لقدرات تنظيم داعش العسكرية. أما على المستوى الثاني وهو الإقليمي، فقد أتاحت سيولة النظام الدولي بعد عام 1990 مجالا أوسع لبعض القوى المتوسطية في ساحتها الإقليمية للتدخل في الشأن العربي، وهو ما نراه بوضوح على سبيل المثال في الأزمة بسوريا، والتي يدفع أطفالها ونساؤها اليوم قبل رجالها ثمن صراع يجري على أراضيها في غياب هذا التوازن الرادع الذي يجعل محاولات سيطرة طرف على جيرانه أو التدخل في شؤونه باستخدام الانتماءات الطائفية أمرا مكلفا لا يتم الإقدام عليه. ومع ذلك فقد لاحت في الآفاق خلال الشهور الأخيرة مؤشرات على إدراك متجدد بأن استمرار اتساع الصراعات وتجذرها ستكون له تداعيات خطيرة تكاد تمثل تهديدا للجنس البشري، مع احتمالات خروج أشد أنواع التطرف والإرهاب من رحمها. ومن ثم فإن إرادة الحل السياسي المشترك التي أبدتها الولايات المتحدة وروسيا معا، وما بدأنا نلمسه من تعاون فيما بينهما باتجاه إيجاد تسوية للأزمة السورية والتحسن النسبي على الأرض من حيث وقف العدائيات، هو دليل عملي على أن استعادة قدر من التوازن على الساحة الدولية قد بات ضرورة ملحة في إطار قواعد القانون الدولي الذي هو جوهر المنظومة الدولية. ونأمل أن ينسحب ذلك على الساحة الإقليمية، فتتراجع القوى الساعية إلى هيمنة قائمة على تدمير الآخر عن خططها، حتى يمكن رد الاعتبار لمنطقة الدولة الوطنية ومؤسساتها على النحو الذي يعيد الاستقرار لدول المنطقة العربية والإسلامية، وبما ستعاني دون شك من فوضى ربما تكون ساهمت في إنشائها. فالنظام الإقليمي عليه أن يقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذا مع أهمية التأكيد على ضرورة احترام الشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي باعتبارهما أساس النظام الدولي المستقر الذي يحافظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما تحرص مصر على تأكيده من خلال عضويتها في مجلس الأمن. ويجب ألا ننسى في
في هذا السياق التوترات والصراعات الناتجة عن تفاعلات على المستوى الثالث أي الداخلي، فاستعادة توازن مفقود دوليا وإقليميا لن يكون كافيا لتسوية مشكلاتنا، فالمطلوب تحقيق الاستقرار الداخلي في دولنا، وهو ما يفرض على حكوماتنا بناء لمجتمع سليم قادر على مواكبة العصر وتحقيق النمو عبر توزيع عادل للثروة وإدارة رشيدة للحكم. ونتيجة لتلك التحديات القائمة في واقعنا المعاصر، وبالتوازي مع عملية التصحيح المأمولة لوضعية النظام الدولي، تبرز أهمية العمل المشترك بين الدول الشقيقة وضرورة تفعيل دور المنظمات الإقليمية ومنها منظمة التعاون الإسلامي لتنظيم أحوال شعوبنا بإرادتنا والوقوف أمام أي مخططات خبيثة تسعى لتأجيج الصراعات ونشر الآفات في الجسد الإسلامي، وبما يؤدي إلى إعادة الأمل لدى شعوبنا وإلى تعزيز إرادة التعاون المشترك فيما بينهم. سيدات والسادة، لا زالت القضية الفلسطينية والتي كانت المحرك الأساسي لإنشاء منظمتنا هذه دون حل، وقد حرست مصر في إطار عضويتها بفريق الاتصال المعني بالقدس على تفعيل خطة التحرك التي تم التوافق بشأنها في إطار المنظمة، حيث قام الفريق والذي تترأسه مصر بعدد من الزيارات للدول المعنية لعرض مختلف أوجه القضية الفلسطينية على المسؤولين المعنيين، وسيتم في القريب العاجل ترتيب زيارات أخرى لذات الغرض، ونأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات للقانون الدولي المعروفة. ونشيد في هذا الإطار بجهود المنظمة لتسليط الأضواء على تلك القضية، وآخرها عبر الدعوة لقمة استثنائية مخصصة لهذه القضية عقدت في جاكرتا يومي 6 و7 مارس 2016. كما نعيد التأكيد على حرص مصر البالغ على مستقبل ليبيا الشقيق، ونأمل في سرعة تجاوز هذا البلد للأزمة الراهنة سعيا لتنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية. ونرحب في هذا السياق باستقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وندعو المجلس النواب إلى الانعقاد لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية لكي يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وبما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة ويحفظ اتفاق السخيرات. وفيما يتعلق بالأزمة السورية المأساوية والتي دخلت بكل أسف عامها السادس، فتؤكد مصر ضرورة التوصل عاجلا إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالتغيير ويسمح بمجابهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. ونأمل أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية بالفعل خلال المحادثات التي استئنفت في جنيف. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي خلال الشهور الماضية سعيا نحو إيجاد الحلول المطلوبة للعديد من الملفات والتي تهتم بها المنظمة ودولها، مثل الملف الأفغاني والملف الصومالي وملف جنوب الفلبين والوضع في أفريقيا الوسطى والوضع في ميانمار وفي مالي وفي جامو وكشمير. وأؤكد أن مصر ستكون دوما على استعداد لتقديم أي مساهمات أو جهود مطلوبة من شأنها التخفيف من حدة الأزمات التي تواجه العالم الإسلامي أو الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض. كما نؤكد أهمية الدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء طبقا لميثاق المنظمة، وعلى أهمية استمرار المنظمة في سعيها إلى القيام بهذا الدور عبر التفاعل البناء مع هذه الدول والتعبير عن مواقف المنظمة بشكل يدعم مصداقيتها لصالح التجمعات المسلمة هناك وضمان احترام حقوقها وحرياتها. سيداتي والسادة،
هناك عنصر هام آخر لا يفوتني الحديث بشأنه، وهو المرتبط بانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا والمقترنة بالعديد من الانتهاكات العنصرية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض، والتي تفرض تكثيف الدعوة الرامية إلى رفض التعرض لرموز الدين الإسلامي ومقدساته تحت ذريعة حرية التعبير، والمطالبة بوقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين. وفي ذات الوقت يتعين العمل على خلق آليات للحوار لإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك والمبادئ السامية للأديان السماوية، وتسليط الأضواء على الدور الإيجابي للجاليات المسلمة في المجتمعات التي تنتشر بها ظاهرة الإسلاموفوبيا. ومن المهم أن تساهم جهودنا في تفكيك الصورة النمطية السلبية التي قد تنجم عن الممارسات مجموعة متطرفة أو إرهابية، ويتعين في هذا الإطار النظر بجدية وطرح حلول عملية لتصويب وإصلاح الخطاب الديني وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يتم نشرها والتي ساهمت في نمو ظاهرة الإرهاب خلال السنوات الماضية، ولعل القضاء الكامل على ظاهرة الإرهاب والقتل العشوائي لا يمكن أن يعتمد فحسب على المقاربة السياسية والأمنية، بل إن الفهم المتعمق والسليم للدين الإسلامي قد بات ملحا منعا لإقدام الشباب على قتل نفسه وغيره دون سبب، ولإفهام غير المسلمين لحقيقة ديننا عبر تصرفات ومعاملات تعكس خلق الإسلام ومثله ومبادئه. ولعلكم تتفقون معنا على أن هناك اشتراكا في المبادئ والقيم الإنسانية التي تجمع بيننا وبين الشعوب غير المسلمة، ومن ثم يتعين تعزيز وتكريس تلك القيم والمبادئ والالتزام بها بشكل أمين ومتكامل ودون انتقائية سياسية وازدواجية في المعايير، وبما يتناسب مع ظروف كل حالة، والتوقف عن النهج الذي تتبعه بعض الدول بسعيها لتحقيق مصالحها الفردية على حساب المبادئ والقواعد الدولية التي ارتضيناها. ولعل أبرز مثل على ذلك في الآونة الأخيرة هو تعامل المجتمع الدولي مع قضية اللاجئين وخاصة السوريين منهم. سيداتي والسادة، وفي الختام أود أن أتوجه مرة أخرى بالتحية والتقدير إلى السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها، وأؤكد له دعم مصر الكامل له، ووجه التحية لكافة الشعوب الإسلامية، داعياً الله عز وجل أن يعلي من شأن أمتنا وأن يهدينا إلى طريق الحق والصواب بما يحقق رفعة وتقدم شعوبنا الشقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.